أهلا بكم من جديد وشكرا لمايا عواضة. يحاول الوالدان تحذير طفلهما أو ثنيه عن فعل سلوك سلبي، وعندما لا يستجيب يلجأ الأهل إلى العقاب لحثه على عدم تكرر هذا الفعل. وبغض النظر عن طريقة العقاب، فإنه قد لا يفضي إلى نتيجة فعالة، لذلك ينصح الخبراء باستخدام العواقب المنطقية. العواقب المنطقية وهي نتيجة لسلوك معين ولكنه يفرض من شخص آخر. على سبيل المثال، إذا رفض الطفل التقاط ألعابه من الأرض بعد أن انتهى من اللعب بها، ستحرمه الأم أو الأب عمليا منها لبعض الوقت. هذه العواقب تساعد، العواقب الطبيعية والمنطقية تساعد في تأديب الطفل، ولكنها على عكس العقاب فإنها لا تهين الطفل أو تحرجه، بل تحافظ على احترامه وتساعده ليصبح أكثر مسؤولية. نعم بالفعل رشيد، يعني على سبيل المثال إذا قام طفل بإحداث فوضى في الغرفة، ينصح الخبراء بتعليمه ترتيب الألعاب بدلا من لومه. صور حلوة للأطفال نعم يلعبون يمرحون وينظفون، يعني عملية تحميل المسؤولية للطفل مهمة جدا، وأنا كأم يعني مهم جدا أن أطرح أسئلتي على الدكتور مالك الشامي، أخصائي نفسي ومعالج سلوكي، ينضم إلينا من عمان. لدي العديد من الأسئلة. أهلا بك معنا في صباح جديد دكتور مالك. يا يعني أهلا وسهلا، صباح الخير عليكم، تفضلي. شكرا. بداية يعني كل الأمهات أكيد في مختلف البرامج تنتظر دائما مثل هذه اللقاءات حتى تساعدها على تربية سليمة للأطفال، أو ما يعبر عنه بالتربية الإيجابية. اللوم نعم والعقاب بماذا يؤثر على الطفل؟ يعني بالمختصر حتى نأخذ هذا كمنطلق لحديثنا. نعم في الحقيقة احنا الإنسان لما يكون يصبح أب، وخصوصا الأطفال اللي بيكونوا أول طفل في العائلة، بيواجهوا الأسرة سواء الأب أو الأم مشاكل في كيفية التعامل مع هذا الطفل وتعديل سلوكه. أحيانا بيحاولوا في التعزيز، بيحاولوا يلبوا كل رغباته، لكن لما يعجزوا بنلجأ لموضوع أحيانا للأسف التعنيف أو العقاب اللي ممكن يكون في نوع من أنواع العنف. بداية كيف بيأثر؟ أنا بدي أنطلق من أنه العقاب البدني هو رسالة أنه أنا عجزت عن التعديل، فبالتالي بدي أعدل بالقوة. فلازم الأهل لما يلجأوا لهذا الشيء يكون عندهم وعي أنه أنا استسلمت، مش عارف أغير سلوك طفلي، فعم بروح لطريقة بعتقد أنه هي أسهل في تعديل السلوك. فإذا بدنا نروح لآثار العنف على سلوك الطفل، الآثار النفسية عديدة جدا، بدايتها بأنه الطفل يصبح يخاف أكثر، ممكن يصير عنده أحلام مزعجة، ممكن يصير يخاف من الأهل، يخاف من المربين، وهذا الخوف ممكن ينتقل للمدرسة، ممكن ينتقل للأقران، ومن ثم ببلش الطفل يكتسب هذا السلوك كسلوك مكتسب يمارسه على الأقران. فبالتالي يعني بالتأكيد مش السلوك الأفضل السلوك أنه نعاقب الطفل حتى نعدل سلوكه. يعني سيد مالك، الحديث في هذه الدراسة أنه هو دفع الأطفال أيضا إلى يعني أن يقوموا بدل العقاب أن يقوموا بشيء ضد هذا العقاب. مثلا إذا قام أثار الفوضى في غرفته، أن يقوم بترتيب هذا المكان كنوع من يعني العقاب دعنا نسميه. وماذا إن رفض أيضا ترتيب أو المشاركة في ترتيب؟ يعني نحن نصطدم أحيانا بنوع من الرفض حتى للعقاب الديمقراطي لنسميه. يعني ماذا نعم يفعل الآباء في هذه الحالة يعني هو أيضا؟ يمكن نستخدم مصطلح العقاب التربوي بدل العقاب الديمقراطي. هي الفكره انه يعني هذا المثال اللي ذكرته حضرتك بنسميه احنا التصحيح الزائد. طفل كسر شيء معين او خرب شغله معينه في الغرفه، فبنطلب منه انه يصحح كل الغرفه، او مثلا يرتب غرفته والصالون في البيت، او غرفته ويساعد في ترتيب غرفه الضيوف وهكذا. فهذا هذه الطريقه هي اعطاء للطفل مهمه اضافيه. الان اذا رفض الطفل هذا الموضوع ورفض التصحيح، لابد يكون في امتيازات احنا معطينها للطفل مسبقا، في رصيد اضافي من المكافآت، رصيد اضافي من الالعاب، ممكن نلجا لاسلوب سحب الامتيازات او سحب المكافآت.
ففي مكافآت، في ألعاب عند الطفل ممكن يسحب شيء منها بشكل مؤقت وبشكل جزئي وبما يتناسب مع عمر الطفل. وهون نقطة كثير مهمة، ما نحكي للطفل إنه أنت معاقب بطريقة إنه إحنا عم نستد، لأنه إحنا لسنا ند للطفل. الأب والمربي هو أب والطفل هو طفل، فإحنا لما بنعاقب بدنا نوضح للطفل إنه هذا العقاب لأجل تعديل السلوك، مش لا احنا بنعاقبك عشان نستد من السلوك الخطأ، او لانك انت عصبت ماما، او لانك انت تسببت في انه ماما اثرت غضبها، فهي عم بتعاقبك علشان تستد من هذا السلوك. لابد انه يكون العقاب واضح انه هذا لاجل تصحيح السلوك، مش لاجل انه احنا نغيظ الطفل او نخليه. طيب، يعني العواقب المنطقية أو الطبيعية التي تحدثت عنها يعني تشمل الحرمان مثلا، لو كان لديه لعبة مفضلة نحرمه منها لبعض الوقت، يعني هذا الحرمان هل يؤثر أيضا سلبا على نفسية الطفل؟ إذا كان الحرمان في الأدوات أو الحاجات غير الأساسية للطفل، هو يؤثر إيجابا في تعديل السلوك، خصوصا إذا تم استخدامه بالطريقة الصحيحة، وهي أنه نوضح للطفل أنه أنت قمت بسلوك خاطئ، إذا أنت معاقب بحرمانك من هذه اللعبة لفترة، مثلا ليوم أو يومين أو ثلاثة أو لساعة أو ساعتين أو ثلاثة حسب عمر الطفل. وبدون ما احنا نكون ننتظر من الطفل انه هو ينفعل او يبكي، لانه عاده الاطفال لما نحكي لهم انت محروم مثلا تلعب بلاي ستيشن علشان هو عمل خطا معين، فهو بيحكي للام انا ما عندي مشكله اصلا ما بدي العب بلاي ستيشن، فالام بتروح تنفعل مره ثانيه، وهي كنايه انه هي بدها تعاقب الطفل علشان تزعجه زي ما ازعجها. اما اذا كان العقاب والحرمان لاجل تصحيح السلوك، فهو له عواقب ايجابيه نعم وليست عواقب سلبية، نعم آخر فدائما سؤال إيجابية. بعجالة، يعني هناك حرمان مادي وهناك حرمان نفسي أو عاطفي، يعني أحيانا في بعض الأحيان لما يغضب الآباء والأمهات يعزفون عن حضن أطفالهم، يعني هذا الحرمان العاطفي الناتج طبعا عن غضب، يعني كذلك الأولياء لديهم طاقة استيعاب وتحمل محدودة، فربما يكون في ذلك الوقت غير مستعد لاحتضان الطفل. هذا الحرمان العاطفي يؤثر سلبا حتى لو لفترة وجيزة يعني. الاحتضان للطفل هو من حقوق الطفل الأساسية، فلا نعتذر احنا الحرمان هذا العاطفي. المثال اللي ذكرتيه حضرتك من الحاجات الثانوية، هذا حاجة أساسية، بس قد يكون الحرمان العاطفي انه انا كنت ممكن ألعب مع الطفل لعبة معينة وما لعبتها، اللعبة ليست مادية لكن هذا السلوك سلوك معنوي وعاطفي، فاحنا ممكن نحرم حرمان معنوي لكن بدرجة تكون معقولة وليست من الحاجات الأساسية، إنه أنا أحضن الطفل، إنه أنا نعم التلامس الجسدي والأحضان هذه حاجة أساسية خصوصا للأطفال اللي هم بري سكول أو ما قبل المدرسة، بالتالي ممكن نحرم الطفل معنويا بإنه نقلل وقت اللعب، أو أنا كنت ألعب مع الطفل لعبة نعم أختصر منها واضح، شيء معين وهكذا. نعم نقطة مهمة أجبت عنها أستاذ مالك الشامي، أخصائي نفسي ومعالج سلوكي، شكرا جزيلا لك، كنت معنا مباشرة من عمان.